تعد ذكرى انقلاب أمير قطر السابق حمد بن خليفة على شرعية والده عام 95 لحظة تاريخية صادمة بالنسبة للقطريين، حيث أقدم حمد بن خليفة على تنصيب نفسه أميرا للبلاد وسط رفض شعبي، لينطلق بعدها في تنفيذ سياسته الهدامة بدءا من التصفية السياسية في الداخل إلى العبث بأمن واستقرار المنطقة. مشهد عادي عادي جدا. أمير قطر الأسبق خليفة بن حمد يستعد للمغادرة من مطار الدوحة للذهاب في رحلة خاصة. المشهد العادي لن يكون عاديا بوجود ولي العهد حمد بن خليفة، بل هي لحظة مثالية بالنسبة له تسير حسب خطته، خطة الانقلاب الكبير. أجل، انقلب حمد وأنصاره بطريقة أبعد ما تكون للشرعية، انقلاب مكتمل الأركان تتحول فيه الدوحة فجأة إلى ثكنة عسكرية، ليجد الشعب نفسه وسط خطة تأمرية. وأتسلم مقاليد الحكم في البلاد خلفا لوالدي الذي سيبقى والدا للجميع عزيزا له المحبة والتقدير والتقدير والإجلال. نصب الابن نفسه حاكما، الذي لم يأتي خطابه بكلمة واحدة تعطيه حق تولي مقاليد الحكم في البلاد، والدليل على ذلك هو الانتشار السريع لآليات الجيش التي سارعت لبسط سيطرتها على الرافضين لخطاب حمد بن خليفة. ويطرح التساؤل، هل كانت حملة الاعتقالات الواسعة ستحدث لو أن حمد في مكانه الصحيح؟ تمت التصفية سياسيا وقضائيا، هجر من هجر واعتقل من اعتقل، وظل الابن على كرسي والده، فشرع في تنفيذ مخططاته الهدامة، فحول الدوحة لورشة مؤامرات يشترك في تشغيلها مرتزقة الإعلام والسياسة. أنتم المشكورين يعني، لأن أنتم اللي استطعتوا أنكم تخلقون وضع عربي جديد. أي وضع عربي يتحدث عنه حمد بن خليفة؟ وفي فترة عهده شهد الوطن العربي نشوء الجماعات المتطرفة التي لم يكن يسمع عنها أو عن نشاطها قبل ولايته المزعومة. ولا تعد ذكرى انقلاب حمد بن خليفة على أبيه مجرد قصة عقوق تاريخية، بل تعتبر أسوأ الأحداث في تاريخ المنطقة، وحادثة أخذت بالسياسة القطرية نحو تكريس الانقسام والانشقاق عن الرأي الخليجي والعربي الجامع.